27 من يونيو، مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من اقتصاد بلس. وتتابعون معنا اليوم: دبيبة يوقف مجلس إدارة شركة الكهرباء عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري. المستشفيات الخاصة بالأردن تستعجل دفع فاتورة علاج آلاف الليبيين. وتعرف معنا اليوم على أغنى 10 دول في العالم من حيث صافي الثروة. كل هذا وغيره في حلقتنا لليوم من اقتصاد بلس. البداية كالعادة مع صدى الأخبار. في صدى الأخبار ينضم إلينا زميل وائل أحمد. وائل، مساء النور ومرحبا بك. مساء النور وأهلا بكل المشاهدين. أهلا بك. إذن كالعادة جولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية، وننطلق بتصريح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر حول تلقي طلب من البرلمان الليبي لتمويل حكومة بشاغة. ما حقيقة ذلك؟ نعم، وفاء، في تصريحات حصرية لصحيفة صدى الاقتصادية نفى هنا السيد اعطاء او تمويل حكومه بشاغه باي ميزانيه خلال هذه الفتره او اي فتره مقبله. قال ايضا باننا لم نتلقى اي طلب من البرلمان الليبي بشان تمويل الحكومه، حكومه السيد فتحي بشاغه. واضح. وإلا في ملف آخر، تحصلتم في صدى الاقتصادية على نسخة من مراسلة رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي حول ملف ديون علاج الليبيين بالخارج. ماذا جاء في هذه المراسلة؟ هذه المراسلة تضمنت الإشارة إلى اعتزام عدد من المستشفيات الأردنية التوقف تماما عن تقديم الخدمات الصحية إلى المرضى الليبيين المتواجدين على الساحة الأردنية حتى سداد الديون المترتبة على هذا الملف. الديوان أكد أن أسباب تأخر تسديد ديوان مصحات أو ديون المصحات الأردنية يرجع إلى وجود خلاف بين سفير الليبي في الأردن واللجنة المشكلة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ديون العلاج بالساحة الأردنية وكيفية تحويل الأموال والسداد. الديوان أكد أيضا أن السفير قد طالب بضرورة إحالة الوديعة إلى السفارة أولا، وهي من تقوم بالإشراف على عملية السداد إلى المصحات بشكل مباشر وليس عن طريق وساطة اللجنة الخاصة بالديون، وهذا وفقا لاشتراطات مصرف ليبيا المركزي لإنفاذ عمليات السداد. أوصى شكشك في هذه المراسلة بضرورة مراعاة حالة المرضى وعدم تحويلهم أو عدم تحميلهم المسؤولية حول هذه الخلافات. وحتى في هذه المراسلة السفارة واللجنة بضرورة العمل بروح الفريق مع بعضهم البعض وإنهاء هذا الخلاف الحاصل في أسرع وقت لمعالجة الليبيين في المستشفيات. أوصى أخيرا بوضع خطة تنظم عملية السداد وفق مخرجات المراجعة وتراقب عملية تحويل الأموال إلى المستشفيات المستفيدة وتقديم تقارير دورية إلى الجهات المختصة بخصوص هذه العملية. طيب، وإن نمر للحديث عن لجنة التحقيق في تجاوزات رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنعلة التي تم تكوينها بقرار سابق من عقيلة صالح، تفاصيل معك. نعم، التحقيق بخصوص فتح مكتب مبيعات تابع للمؤسسة الوطنية للنفط في بريطانيا وعدم التزامه بتوصيات المجلس خلال جلسة المساءلة التي تمت على الحكومة بضرورة قفل هذه المكاتب. وطبعا هنا من خلال هذا الرصد الخاص بصدى الاقتصادية يتناقض هذا مع ما تم الإعلان عنه من قبل رئيس لجنة الطاقة والموارد داخل مجلس النواب السيد عيسى العريبي الذي أصدر بيان واضح ضد ما قام به رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة بالتصريح كونه يريد أن يغير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. وهذا البيان الذي قام بإصداره السيد عيسى يؤكد بأن حكومة الدبيبة هي فاقدة للشرعية بحسب قوله ولا تستطيع اتخاذ مثل هكذا قرارات تعتبر مفصلية بحسب بيان السيد عيسى. طيب، نمر لموضوع آخر، وائل، ما حقيقة قيام رئيس الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد قيامه بتحويل أموال بصفة مخالفة لقرارات ديوان المحاسبة؟ بحسب مصادرنا قد تم تحويل هذه القيمة بالكامل. هذه القيمة تبلغ حوالي 50 مليون دينار تم تحويلها من حساب الشركة القابضة للاتصالات في مصرف الجمهورية
وكالة البريد إلى حساب شركة بي 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 التي يديرها السيد عبد المجيد مليقطة، وهذا بناء على قرار من السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بحسب مصدرنا داخل الشركة قابضة للاتصالات. هذا الإجراء هو مخالف لما تم نشره من قبل ديوان المحاسبة، وعندما يعني قام بفرض رقابة على الأموال وأموال الشركة قابضة للاتصالات، ومن بينها حمل مسؤولية تحويل هذه الأموال إذا ما تمت بالفعل إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهو بذلك وبهذا يعني التحويل يتم مخالفة إجراء ديوان المحاسبة بشكل علني وفعلي. طيب، نختم مع لقاء جمع مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عماد بحري ورئيس الفريق الاستشاري أحمد لحجل مع مدير صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل، ما هو فحوى هذا اللقاء؟ هذا اللقاء حصل فيه اجتماع تم مناقشة اتفاقية تعاون لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإشراك القطاع الخاص في الدعم والتدريب. كذلك تم مناقشة فتح السبل لإعداد مذكرة تعاون بين مكتب وزير الشؤون الاقتصادية وصندوق التسهيلات المالية. كما تم في هذا الاجتماع استعراض كافة الجوانب المتصلة بتحسين آليات التشغيل الراهنة من خلال برامج الريادة الخاصة بالأعمال في ليبيا وفاء. شكرا لك زميل وائل من صحيفة صدى الاقتصادية على كل هذه المعطيات. نواصل معكم مشاهدينا ونمر إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين. إيقاف مجلس إدارة شركة الكهرباء عن العمل وتحويله للتحقيق. قفزة قياسية في أسعار السماد في ليبيا. وتعرف معنا اليوم على أغنى 10 دول في العالم من حيث صافي الثروة. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تحويل أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يونيو للجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف. ونص البند الأول من القرار على أن يعمل بجدول المرتبات الموحد وفقا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2021. وفي الفقرة الثانية من القرار تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية. أشرف نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب على المنطقة الشرقية علي القتراني اليوم على تسليم حوافظ مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة للنظافة إلى المدير التنفيذي للشركة عبد الجليل البرخثي الذي تسلمها من قبل الإدارة العامة بديوان مجلس الوزراء في بنغازي. وقال مكتب الأعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي عبر صفحته على فيسبوك إنه أكد في كلمة الله خلال المناسبة على حرصه على أن تصل هذه المرتبات إلى مستحقيها من خلال ديوان مجلس الوزراء. نواصل معكم مشاهدينا. وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرر إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري. وتكلف مدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل مديرا عاما مؤقتا للشركة يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء. وسمى الدبيبة محمد إبراهيم بن إسماعيل مديرا عاما مؤقتا للشركة العامة للكهرباء تحت إشرافه. كما حدد الدبيبة مهام اللجنة التحقيق كما يلي: التحقيق في تأخر الشركة بإدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة سابقا. ثانيا، التحقيق في استخدام المبالغ المخصصة للشركة خلال عام 2021 لحل أزمة الطاقة الكهربائية في ظل عدم وجود ما يقابلها من نتائج. ومن ثم تحقيق في عدم استكمال الإجراءات التعاقدية بمشروعات الصيانة الدورية والوقائية والمشروعات الجديدة.
وفي ذات الإطار قال الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط ترتب عليها فقدان قرابة 1000 ميجاوات من إنتاج الشبكة العامة. وأضاف حمودة أن استقرار هذا الإقفال سيؤدي إلى مفاقمة الأزمة وتضاعفها بحسب تقديرات إدارة الشركة والمختصين. كما أكد أن الحكومة ما زالت تسعى لمحاولة تخطي أزمة إمدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة. ولفت أيضا إلى أن الحكومة شكلت غرفة عمليات من القطاعات المهنية كالنفط والدفاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة، مؤكدا أن الأسباب ترتبط مباشرة بوقف الإنتاج والتصدير. كما جدد حمودة مطالبة مكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء إقفال الحقول النفطية. قفزة قياسية تشهدها ليبيا في أسعار السمد تصل إلى 8 أضعاف عما كانت عليها العام الماضي. أسباب ذلك نتابعها في هذا التقرير. تتواصل سلسلة تفشي غلاء الأسعار في ليبيا والتي طالت كل المواد الأساسية، وها هي مؤخرا تعصف بسماد اليوريا الذي قفزت أسعاره إلى 8 أضعاف عما كانت عليه العام الماضي، حيث قال عدد من المزارعين إن سعر القنطار وصل في السوق المحلي إلى 700 دينار أو ما يعادل 145.8 دولارا. وفي سياق متصل أكد عدد من المزارعين من المنطقة الجنوبية أن سعر قنطار اليوريا ليس في متناول المزارعين، لافتين إلى أنه لم يكن يتعدى 60 إلى 90 دينارا منذ عام ومن دون دعم الحكومة، معتبرين أن الارتفاع طرأ على السلعة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الحالي نتيجة الأزمة الأوكرانية. هذا وكانت ليبيا تدعم الأسمدة واليوريا بقيمة 5 ملايين دولار، لكن الدعم توقف منذ عام 2015. وللإشارة فإن الشركة الليبية للأسمدة تزود الأسواق المحلية باليوريا والأمونيا، حيث يبلغ إنتاج الشركة 900 ألف طن من اليوريا و 700 ألف طن من الأمونيا سنوياً. موضوع نناقش تفاصيله مع الدكتور عوض الصابر المدير التنفيذي للشركة الليبية للأسمدة. دكتور مساء النور ومرحبا بك معنا في اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. إذن بداية كما كنا نستمع للتقرير، لو توضح لنا بأكثر تفاصيل أسباب ارتفاع الأسعار، خاصة أنها تضاعفت لأكثر من 8 أضعاف في خلال فترة قصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أود التوضيح أن أزمة ارتفاع أسعار السماد هي أزمة عالمية الحقيقة، وليست يعني حصريا على ليبيا فقط. ارتفاع أسعار السماد نتيجة طبيعية لارتفاع المادة الخام الرئيسية لإنتاج مادة الأمونيا، اللي هي تعتبر المادة الخام الأساسية في إنتاج اليوريا اللي هو السماد النيتروجيني وغيره من الأسمدة. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي هي السبب الرئيسي وراء ذلك. قامت الدول كل دولة بطريقتها الخاصة بمعالجة هذا الأمر وتوفير الدعم اللازم. من المعروف أن الشركة الليبية للأسمدة هي شركة خاصة غير ممولة من الخزانة العامة للدولة الليبية، وتعتمد في إيراداتها وميزانية وتنفيذ استراتيجياتها على مواردها الذاتية. وبالتالي فإن القول أن البيع بالأسعار القديمة يعتبر يعني نوع من المجازفة ويسبب خسارة فادحة على الشركة. الأمر الذي دفعنا كإدارة تنفيذية بالتواصل مع جهات الاختصاص، وطلبنا منهم في وزارة الزراعة إعادة التوازن لهذا العقد، والأمر الآن أمام السلطات المختلفة. كيف كان تفاعلهم معكم؟ والله في البداية الحقيقة كانت الإجابة سلبية، وأصر الأخوة في وزارة الزراعة على الاستمرار في تنفيذ العقود بالأسعار السابقة، والتي الحقيقة لا تكفي حتى لسداد ثمن الغاز الطبيعي المستعمل في التصنيع، وإضافة للتكاليف الثابتة والمرتبات والإيجارات والتكاليف المتغيرة الأخرى التي لو أضفناها يعني حتى لو ضعفنا سعر السماد 4 أضعاف فإنها لا تفي بسداد تكاليف المواد الخام. طيب يعني دكتور، ما هي مقترحاتكم التي قدمتموها للجهات المعنية؟ هل تطالبون ربما بإعادة الدعم؟
نحن طلبنا من الجهات الحكوميه، من الجهات الرسميه اللي هي وزاره الزراعه، اما التدخل وتوفير الدعم اللازم من خلال مخصصات يتم تنفيذها من قبل الحكومه، او يعني الجلوس معنا ومحاوله الاتفاق على سعر لا يضر بمصلحه الشركه وفي نفس الوقت يخدم مصلحه شريحه المزارعين. طيب. انا اعتقد ان مثل ما قامت الدول الاخرى، اعتقد ان الحكومه الليبيه من المفترض ان تقوم بواجبها في هذا الاطار والتدخل ودعم الاقتصاد. من المعروف ان الشركه برضو فيها حوالي 1000 موظف ليبي يتقاضون مرتبات، وهي شركه غير مدعومه من الدوله، ومن واجب الشركه توفير الايرادات اللازمه لايفاء جميع الالتزامات التي عليها. طيب بالنسبه للكميات المتوفره حاليا لديكم دكتور، هل تفي بالغرض؟ هل تغطي احتياجات الفلاحين؟ نعم، لدينا كميات من السماد متوفره، نحن المنتج الوحيد للسماد النيتروجيني في ليبيا، والصح يعني تاثرنا بعمليه اغلاق الموانئ النفطيه الاخيره وتوقفت عملياتنا، ولكن لدينا مخزون من الممكن ان يسهم في حل هذه المشكله. يعني المخزون كافي، لكن الاشكال فقط في ارتفاع الاسعار. نعم المخزون الموجود على الاقل يحل المشكله حتى بنسبه 70% الان، ولكن نحن نتامل في الله خير ان يتم فتح الموانئ النفطيه ويتم انتاج كميات اخرى اضافيه لتغطيه اي عجز او ما يطلب منا بعد الاتفاق على اسعار تكون عادله ومتوازنه وتخدم جميع الاطراف. نعم، ختاما فقط دكتور، يبدو ان لديكم اجتماع حاليا حول هذا الموضوع. والله هي سلسله اجتماعات، والحقيقه في حتى تدخل من التشاور باشراف مكتب النائب العام و مع جميع الاطراف، ونعمل بالتعاون مع الاخوه في وزاره الاقتصاد دراسه التكاليف، ومن ثم الوصول الى سعر يخدم جميع الاطراف ان شاء الله. ان شاء الله. واضح دكتور عوض الصابر، مشكور على كل هذه المعطيات التي قدمتها لنا. دكتور عوض الصابر المدير التنفيذي للشركه الليبيه للاسمده. نواصل معكم مشاهدينا، وفي ملف اخر، بلغ عدد المرضى والجرحى الليبيين الذين جرى معالجتهم في مساحات البلاد 50,000 شخص بديون تناهز 190 مليون دينار دون علاج، هذا الملف من الجهات الدائنه، وذلك وفق ما كشفت عنه جمعيه المستشفيات الخاصه في الاردن. وحث عضو مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن أحمد الأحمد في بيان صحفي الحكومة على تدخل لحل ملف ديون المرضى الليبيين المترتبة عليهم لصالح المستشفيات الخاصة واسترداد حقوقهم التي تضررت كثيرا بسبب تأخر صرف تلك المستحقات. وأوضح أن قضية ديون المستشفيات الخاصة مر عليها أكثر من 10 سنوات، داعيا الحكومة إلى عدم قبول أي حلول لا تنصف المستشفيات الخاصة. هذا وتابع أن كلفة علاج المرضى الليبيين في الأردن أقل بكثير من باقي الدول التي استقبلت مرضى وجرحى ليبيين، لافتا إلى أن مستوى الخدمة العلاجية التي حصل عليها الليبيون في الأردن كانت متقدمة جدا. نمر لملف آخر مشاهدينا، واخترنا لكم اليوم أن نقدم لكم لمحة عن أغنى 10 دول في العالم، وفيما يلي الترتيب. بداية، المرتبة الأولى كانت قد احتلتها الصين ب 113 تريليون دولار كصافي الثروة، وذلك نظرا لكونها أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم. احتلت الصين صدارة قائمة أغنى الدول في العالم، عندما علما أن هذه الدولة العملاقة المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات، تقع في شرق آسيا وتنتشر في 5 مناطق زمنية جغرافية ولها حدود مع 14 بلدا. المرتبة الثانية كانت من نصيب الولايات المتحدة، صافية ثروة 50 تريليون دولار. يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، أي نتحدث عن القدرة الشرائية، 65,279 دولار في هذا البلد المهيمن على سياسة العالم والواقع في أمريكا الشمالية. يحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث الحجم والسكان. نمر إلى المرتبة الثالثة التي احتلتها ألمانيا بصافي الثروة مقدر ب 14 تريليون
دولار. هي ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث عدد السكان وسابع أكبر دولة في القارة الأوروبية، وتمتلك أحد أكبر الاقتصادات في العالم حيث يناهز إجمالي الناتج المحلي 3.8 تريليون دولار وصافي الثروة 14 تريليون دولار. وقد احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة كأكبر مصدر في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، حيث صدرت ما تتخطى قيمته 1.7 تريليون دولار من البضائع. نمر إلى المرتبة الرابعة التي احتلتها فرنسا، صافي الثروة 14 تريليون دولار. تمكنت فرنسا من حجز مكانها بين المراكز الخمسة الأولى على قائمة أغنى دول العالم، وهي تشتهر بإنتاج النبيذ والمأكولات، فيما تشتهر عاصمتها باريس ببيوت الأزياء ومتاحف الفن الكلاسيكي والأثار. من ثم المملكة المتحدة 7 تريليونات دولار هو صافي الثروة، وتتكون هذه الدولة الجزرية في أوروبا من 4 دول، هي إنجلترا، اسكتلندا، وويلز، وإيرلندا الشمالية. وتحتل المرتبة الخامسة في قائمة أغنى الدول وفقا للبنك الدولي. تحتل بريطانيا المرتبة 23 في قائمة أغنى الدول بين 193 دولة من حيث إجمالي الدخل القومي للفرد والبالغ 42 ألف دولار. نمر إلى المرتبة الموالية، المرتبة السادسة تحتلها كندا بصافي الثروة 7 تريليونات دولار. لا تمتلك كندا ثالث أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم فحسب، بل تمتلك أيضا قطاعي تصنيع وخدمات نابضين بالحيوية، وهي تتمتع بعلاقات تجارية حرة مع الولايات المتحدة، وتتجه 75% من صادراتها إليها سنويا. المرتبة الموالية احتلتها أستراليا بصافي الثروة 7 تريليونات دولار. تجمع أستراليا بين الاقتصاد المحلي المفتوح نسبيا وشبكة واسعة من ترتيبات التجارة الحرة مع شركاء تجاريين في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهذا ما تستفيد منه موارد أستراليا الطبيعية الوفيرة والصادرات الزراعية. المرتبة الثامنة كانت قد احتلتها اليابان بصافي ثروة مقدرة بثلاث تريليونات دولار، حيث أدى التعاون القوي بين الحكومة والصناعة والمعرفة التكنولوجية المتقدمة في هذا البلد إلى بناء الاقتصاد الياباني الموجه نحو التصنيع والتصدير. ومع ذلك فإن اليابان فقيرة بالموارد الطبيعية وتعتمد على واردات الطاقة، خاصة بعد الإغلاق العام لصناعة الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما عام 2011، كما أنها تعاني من شيخوخة السكان الآخذة في التسارع. نمر إلى المرتبة التاسعة التي احتلتها المكسيك بصافي الثروة 3 تريليونات دولار. على مدى العقود الثلاث الماضية برزت المكسيك كاقتصاد صناعي في ظل سلسلة من ترتيبات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا و44 دولة أخرى، ودمجت العديد من الشركات المصنعة الأمريكية الكبرى بسلاسل التوريد مع نظرائها أو العمليات في المكسيك، وهذا ما أفاد اقتصادها بشكل كبير. نمر إلى المرتبة الأخيرة، المرتبة العاشرة، وهي السويد التي تبلغ صافي الثروة فيها 2.8 تريليونات دولار. هي اقتصاد تنافسي بامتياز مستفيد من مستوى معيشة مرتفع ومزيج من المشاريع الحرة إلى جانب دولة الرفاهية الاجتماعية الساخية، فيما يعتمد الاقتصاد الصناعي في السويد كثيرا على الصادرات الأجنبية بما في ذلك الآلات والسيارات والاتصالات. إذن مشاهدينا كانت هذه أغنى 10 دول في العالم. غدا نطلعكم على أفقر 10 دول في العالم. فاصل قصير ونعود. مرحبا بكم من جديد، نواصل معكم اقتصاد بلس ونمر إلى فقرتنا الموالية الأسعار. وبالنسبة لجولة الأسواق اليوم فنأخذكم لمحل بيع الزي العربي بطرابلس.
هذه فرم لبس، فرم لبس روالها ب 280 خدمة يد كاملة، وهذه بدعية 320. هذه فرملة بدعية 2 × 1 380، وهذه زبون خدمة، خدمة زيادة، خدمة كنكشة إسلامية ب 1100 يد كاملة خدمة. فرملة بدعية 680، وهذا زبون نص يد فرملة عادية مش زي هذا، فرملة بدعية 500 جنيه. صوري نص كم للأطفال ب 75، وهذه ب 110 قماشة كويسة ومليحة السلطان، والكم التام ب 115. هذه جبة طرابلسية 3 قطع فرملة بسروالها بالجبة ب 420، هذا زبون أطفال ب 315، نفس الجبة طرابلسية زبون أطفال نكشة زيادة 420، وفرملة بدعية أطفال ب 220، وفرملة بسروال أطفال 180. الهركة السبورت الشبابية 115، الهركة الساجد فرق القماش، هذه قماشة يابانية وهذه قماشة صينية، هذه 125 حتى هي. هذه الهركة المغربية 115، هي خدمة يد 145. هذه ب 110 فخر العرب، هذه ب 90 دينار، وهذه 95. المغربية ب 85، نهاية اقتصاد بلاس لليوم. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي غدا بإذن الله.